بعد تزايد الإصابات بكورونا، الكعبي يدعو لاجتماع عاجل بين خليتي الأزمة النيابية والحكومية بحضور الكاظمي. في إحصائية جديدة، تسجيل 25 إصابة بكورونا في كردستان و11 إصابة في واسط وبابل. عدد الوفيات في الولايات المتحدة بكورونا يفوق 100,000، وتسجيل 71 وفاة جديدة في روسيا. وفي أزمة أخرى بين البلدين، مواجهة أمريكية صينية في الأمم المتحدة بسبب هونغ كونغ. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، هذه نشرة منتصف النهار نتوالى على تقديمها أنا والزميل جواد. شكرا ورود، تحية لكم مشاهدينا الكرام. دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، دعا إلى عقد اجتماع عاجل بين خليتي الأزمة النيابية والحكومية بحضور رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مصطفى الكاظمي للوقوف على بيان أسباب الارتفاع الكبير والخطير بأعداد المصابين بوباء كورونا المستجد والاسراع بوضع الحلول الناجعة لاحتواء هذه الجائحة ومنع تفشيها لأعداد ونسب أعلى بكثير مما عليها الآن. وانتقد الكعبي الإجراءات البطيئة وغير الجدية التي تتبعها الدولة بشكل عام بشأن مواجهة هذا الوباء القاتل. بدوره أعلن وزير الصحة حسن التميمي أن الوضع الصحي في البلاد تحت السيطرة، وقال التميمي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أنه تم إنجاز 7 مستشفيات سريعة البناء لعلاج المصابين بفيروس كورونا، مبينا أن 6 منها بواقع 50 سريرا موزعة، 2 منها في محافظة المثنى و1 في الديوانية و3 في ديالى، بينما 7 تابعة لمستشفى ابن الخطيب في بغداد بواقع 66 سريرا، حيث سيتم افتتاحها اليوم الخميس. ملاكات شركة نفط ذي قار تفتتح مستشفى خاص بسعة 30 سريرة لعزل مصابي فيروس كورونا في مدينة قلعة سكر، فيما طالبت الحكومة المحلية بدعم الواقع الصحي لمواجهة الوباء في المحافظة. بوقت قياسي قدر بشهر واحد، تمكنت كوادر وزارة النفط من إنشاء مستشفى بسعة 30 سريرا في قلعة السكر شمال الناصرية، خصص لعزل المصابين بفيروس كورونا في هذه المناطق. دعما من شركة نفط ذي قار افتتحنا اليوم مستشفى القلعة سعة 30 سرير، لما لا هذا المستشفى من أهمية في تقديم الخدمات الطبية لأبناء القضاء، وحيث أن قضاء القلعة يفتقر لوجود رادهات عزل. اليوم سوف يتم تسليم المنشأ الصحي الذي تكفل في إنشائه شركة نفط ذي قار بوقت قياسي أقل من شهر وبكلفة ذات واطئة الكلفة، مجهز بكامل الأثاث. الحكومة المحلية في ذي قار أكدت على حاجتها الفعلية للعديد من المرافق الصحية والمستشفيات، وطالبت بدعم الواقع الصحي لمواجهة خطر فيروس كورونا وإكمال ما يعرف بالمستشفى التركي الذي يصنف من ضمن المشاريع المتوقفة في المحافظة. تعاني محافظة ذي قار مع شديد الأسف من تردي في الواقع الصحي وقلة المنشآت الصحية، حيث يتوفر مستشفى واحد فقط هو مستشفى الإمام الحسين في مركز المحافظة، ومستشفيات الأقضية والنواحي أغلبها مستشفيات صغيرة الحجم. موضوع المستشفى التركي في محافظة ذي قار يحل الأزمة الصحية في المحافظة، وقد تم وضع هذا الموضوع على طاولة أصحاب القرار في بغداد،
سواء في مجلس الوزراء أو في الجهات النيابية. بوقت قياسي تم إنشاء هذا المشروع الذي خصص كأحد مراكز العزل للمصابين بفيروس كورونا شمال المحافظة من مدينة قلعة السكر. لؤي الرفاعي، العراقية الإخبارية. أعلنت دائرة صحة واسط تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة، ودعت الدائرة في بيان أهالي المحافظة إلى الابتعاد عن التجمعات البشرية وعدم الاختلاط والتلامس للحيلولة دون انتشار الوباء. وفي بابل شخصت صحة المحافظة 5 إصابات جديدة اليوم. وفي كردستان أعلنت وزارة الصحة في الإقليم تسجيلها 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية، مؤكدة أن 14 شخصا من المصابين هم من الملامسين، فيما ظهرت أعراض المرض على 2 من المصابين. فيما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل. يأتي هذا بعد أن قررت وزارة داخلية الإقليم تمديد حظر التجوال بين محافظات إقليم كردستان لغاية 15 من حزيران المقبل. مشاهدينا الكرام، وحول آخر المستجدات الصحية في المحافظات تنضم معنا شبكة مراسلينا، ونبدأ مع مراسلنا سيف حقي من السليمانية. تحية لك سيف. يعني بداية، صحة الإقليم أعلنت تسجيل 16 إصابة جديدة في المحافظة، ما هي تفاصيل تلك الإصابات؟ نعم، يعني بداية زميلي ومشاهدي قناة العراقية الإخبارية، يوم أمس سجلت مختبرات وزارة الصحة في حكومة الإقليم 16 إصابة في محافظة السليمانية، و14 منها هم ملامسين، والاثنين ظهرت عليهم يعني حالات وأعراض المرض. وبالحديث يعني عن آخر الأخبار، هنا قبل تقريبا نصف ساعة من الآن سجلت أيضا مختبرات وزارة الصحة 12 إصابة جديدة لكن في محافظة أربيل. هنا يرتفع العدد التراكمي في عموم محافظة إقليم كردستان إلى 544 حالة، يقابلها حالات شفاء 407 حالة. السليمانية الآن يرقد في مستشفياتها 65 حالة هناك وهي تحت العناية، أغلب هذه الحالات الحمد لله مستقرة. بالحديث عن الإجراءات المتخذة من قبل خلية الأزمة، هناك إجراءات وقرارات خرجت بها خلية الأزمة يعني من شقين. الأول هو تغريم كل من لا يرتدي الكمامات والقفازات، خاصة لما يخص السيارات التاكسي، سيارات الأجرة، سيغرم السائق إذا لم يطبق هذا القانون. ثانيا، غرامة مقدارها 2 مليون دينار لكل من يعني يقيم مجلس عزاء في المنزل أو في المساجد. هذه أبرز القرارات التي خرجت بها خلية الأزمة هنا في السليمانية. كذلك هناك متابعة من قبل لجان قائم مقامية السليمانية حول تطبيق هذه الإجراءات وإجراء الفحوصات على المناطق التي شهدت إصابات خلال هذه الأيام. يعني الأمور بصراحة هناك يعني تجديد، وهناك يعني دعوات من قبل الجهات المعنية ووزارة الصحة. طيب، وكذلك سيف إذا سمحت لي، بضرورة تطبيق. أود أن أسألك عن القفز بالإصابات يعني في محافظة السليمانية، يعني يوما بعد آخر يعني وصلت إلى أضعاف ما كانت عليه، يعني ما إمكانية استيعاب صحة الإقليم لهذا الكم الهائل من الإصابات؟ نعم، بصراحة الإصابات التي أو هذه الموجة التي عادت إلى محافظة السليمانية، أغلب يعني الإصابات هم ملامسين، جزء من هذه الإصابات هي يعني مواطنين عادوا من خارج محافظة السليمانية. هنا مستشفيات السليمانية مجهزة ومتكاملة يعني الأمور من ناحية استقبال يعني المصابين، لكن هناك تحذيرات من صعوبة استيعاب هذه المستشفيات لكثرة الأعراض.
الأعداد. لذلك هناك توجهات كثيرة ومتابعة على مدار 24 ساعة من أجل الحيلولة دون زيادة هذه الإصابات. هناك مستشفيات يعني خصصت للحالات الطارئة، وهناك مستشفيات لحادي هذه اللحظة لم تدخل الخدمة، هي لا سامح الله إذا لربما ارتفع العدد ستدخل الخدمة. بصراحة الكل كما قلت يعني من 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 شاشة قناة العراقية، الكل يدعو المواطن ويدعو الجهات ذات العلاقة وكذلك المواطنين وخاصة في الأماكن التجمعات بالحذر وأخذ الحيطة والحذر لعدم انتشار هذا الوباء الذي بدأ بصراحة يفتك بالعالم كما يعرف الجميع وكذلك في بلدنا العزيز. نعم، مراسلنا من السليمانية سيف حقي، شكرا لكل هذه المعلومات، شكرا لك. وفي الديوانية أعلنت دائرة صحة المحافظة تشخيص 3 إصابات جديدة بكورونا. وقال مدير عام دائرة صحة المحافظة الدكتور لمياء الحسناوي أن 2 من الإصابات تم تسجيلهما لأشخاص ملامسين لمصاب في قضاء الحمزة الشرقي. مشاهدينا، للحديث أكثر ينضم معنا مراسلنا ميثاق الزريجي من محافظة واسط. ميثاق، أهلا بك معنا. المحافظة يعني هذه الأيام تسجل ارتفاع وانخفاض في يعني أعداد الإصابات، تفاوت ملحوظ وواضح برأيك، يعني ما السبب وراء هذا التفاوت في الإصابات؟ كونك قريب أكيد من الحدث، أيضا اليوم تم تسجيل 6 حالات، ما هي التفاصيل لهذه الحالات الست؟ تفضل. نعم، بالتأكيد يعني محافظة واسط يعني بدأت تشهد ارتفاعا ملحوظا بعدد الإصابات المشخصة بفيروس كورونا. يعني سجلت ليلة أمس 10 إصابات توزعت في عموم المحافظة مثل ما أشارت إليه البيانات والإحصائيات الصادرة من قبل وزارة الصحة. طبعا الإصابات العشرة تمثلت ب4 حالات في قضاء النعمانية و3 حالات في حي الكفاءات وحالة في حي الهورة وإصابة مماثلة في حي الخاشية وإصابة أخرى في حي الجهاد، وهي من الأحياء السكنية التي تقع في مركز مدينة الكوت. مقابل ذلك فإن صحة واسط أعلنت عن تماثل الحالتين للشفاء بعد مغادرتهم لردهات العزل الصحي من مستشفى الزهراء التعليمي لرجل من أهالي قضاء النعمانية وامرأة من أهالي ناحية شيخ سعد. لو نتحدث عن الحصيلة الإجمالية لعدد الإصابات التراكمية في محافظة واسط منذ حدوث الأزمة ليومنا هذا، فإن العدد وصل إلى 72 إصابة، طبعا 44 منها غادر ردهات العزل الصحي بعد أن نال درجات الشفاء التام، فيما أعلن بشكل مسبق عن وفاة 3 حالات. يعني يتواجد حاليا في مستشفى الزهراء التعليمي 25 حالة راقدة في ردهات العزل الصحي تحت عناية من قبل ملاكات طبية مختصة. أيضا يعني اليوم الفرق الميدانية الجوالة لدائرة صحة واسط شرعت بالتوجه إلى المناطق التي أعلنت فيها الإصابات المختلفة من أجل أخذ العينات من بعض المواطنين وإجراء التدابير الوقائية اللازمة، كما أعلنت مديرية الدفاع المدني في واسط عن توجيه فرقها التخصصية للقيام بحملات واسعة للتعقيم والتطهير والتعفير في المناطق التي ظهرت فيها الإصابة، كذلك حيث ستشمل هذه الحملات الأحياء السكنية وأيضا الشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية لدرء مخاطر هذا الفيروس وأيضا تضييق الخناق عليه. دار الصحة واسط أيضا أعلنت اليوم عن نصب جهاز رابد كت في سيطرة اللج الرئيسية، وهي السيطرة التي تقع في بداية الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة بغداد بمدينة الكوت وبإشراف فريق تخصصي. طبعا هذا الجهاز من الأجهزة المستوردة الحديثة والذي يعمل على فحص الوافدين إلى المحافظة والتشخيص إن وجدت هناك إصابات أو حاملين للفيروس. يعني عودة للسؤال عن سبب ظهور إصابات متعددة في مدينة الكوت خلال الأيام الماضية،
القضية بالتأكيد. يعني مع الأسف يعني شاهدنا بأن المواطن الواسطي لم يلتزم بإجراءات فرض حظر التجوال بشكل واضح، خصوصا في أيام عيد الفطر المبارك. يعني شاهدنا هناك تجمعات وملتقيات بشرية خصوصا خلال الفترات المسائية، على الرغم من الجهود الواضحة والكبيرة التي تبذل من قبل القوات الأمنية والتي عملت على تقسيم مدينة الكوت إلى مقاطع أمنية محددة انتشرت من خلال السيطرات الثابتة والدوريات الراجلة ونقاط التفتيش، لكن لا يوجد هناك التزام حقيقي، وهذا ما أثار حفيظة خلية الأزمة المشكلة في واسط، والتي دعت المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات. نعم والإرشاد. ميثاق هذا ما يسمح به الوقت، شكرا لانضمامك معنا. الخدمات المتواصلة التي يقدمها الجيش الأبيض لمرضى فيروس كورونا ووقوفه بخط الدفاع الأول جعلت كثيرين منهم عرضة للإصابة بالوباء، وهذا ما تحقق فعليا في العديد من المستشفيات ومراكز الحجر بالبلاد. كاميرا العراقية الإخبارية كانت هناك لتطلعنا على التفاصيل. مرتضى جعفر وعشرون آخرون من زملائه العاملين ضمن الكوادر الطبية والتمريضية في مركز الشفاء التخصصي أصيبوا بفيروس كورونا مؤخرا نتيجة رعايتهم المتواصلة وتماسهم المباشر مع الحالات المرضية الراقدة هناك والتي تحتاج إلى العناية على مدار الساعة. صار لي تقريبا أكثر من 20 يوم أنا منازل للبيت من أجل أن أساعد وأقدم الخدمات الطبية والصحية للمرضى الراقدين في مركز الشفاء. آخر أسبوع تقريبا بدأت أحس في بعض الأعراض، يعني سخونة، ارتفاع درجة حرارة متفاوتة، وأيضا نحول في جميع أجزاء جسمي، وبعدها بيومين طلعت النتيجة أنه أنا مصاب بفيروس كورونا، إصابة مؤكدة، وأنا حاليا الآن أرقد في نفس المركز اللي أعمل به. أشتغل بمدينة الطب بالديلزة تقريبا بقيت أول بداية، إحنا كانوا موفرنا مستلزمات وهاي، بس أجونا مصابين من مرضى كورونا كانوا عندنا يغسلون يعني مصابين، فأول بداية سوينا لهم تحليل يعني قبل لا تطلع العينات مالتهم كنا نشتغلهم لأن ما متأكدين من عندهم، فإحنا انصابونا خلال هاي الفترة. درع الوطني وخط دفاعه الأول ضد جائحة كورونا يقضون أيام العيد بعيدا عن أهلهم وذويهم ويبذلون قصارى جهدهم وكل ما في وسعهم لإسعاد الآخرين وتقديم الرعاية الطبية لمن يحتاجها في هذا الظرف العصيب، سيما مع تزايد الإصابات وارتفاع نسب المخاطر. هم داخل الردهة وإحنا خارجها طبعاً، يعني إحنا نحتاج نبدل نلبس عدة الله ندخل لهم نلقاهم وهم هنا موجودين، مرات هم يقومون بالمساعدة يعني يستجيبون للغرف الثانية إذا أكو بيها مرضى، وهو يمارس دوره ككادر تمريضي وحتى هو مصاب، يعني يساعدنا بعض الإجراءات إلى أن نوصل، لأن تعرف العدة تحتاج لها وقت حتى نلبسها. علاقاتنا اليوم بمعنويات عالية بحماسة وعمل، حقيقة يتواجدون ويتسابقون لأيام طويلة متواجدين في المركز بغية تقديم هذه الخدمات للمرضى الراقدين، وإن أصيبوا لكنه تجد اليوم مرتضى ونصير وحورة وابتسام وحيدر ومنذر وأسامة ومحمد جميعهم يتسابقون لغرض تقديم هذه الخدمات. من داخل ردهة العزل للأمراض السرطانية سابقا في مستشفى مركز الشفاء والمخصص حاليا لمرضى فيروس كورونا مؤيد الفرطوسي، العراقية الإخبارية، بغداد. مشاهدينا الكرام، وينضم معنا الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر. تحية لك أستاذ الدكتور سيف البدر، تحية لك. يعني ما سبب القفزة الكبيرة بعدد الإصابات في فيروس كورونا في جانبي الكرخ والرصافة؟ في مختبر واحد في العراق الآن، سيد الوزير فتح المختبر رقم 20، مستمرين بتطوير المختبرات من ناحية الكم والنوع، والفحوصات وصلنا إلى 7000 و 8000 فحص باليوم، والسقف أن نصل إلى 10000 فحص باليوم قريبا إن شاء الله، فحتما سنكتشف حالات كثيرة لم تكن مكتشفة. ثانيا، وزارة الصحة اتجهت نحو المسح الميداني، نحو اكتشاف الحالات الصامتة إذا صح التعبير، والتركيز على بؤر معينة في بغداد والمحافظات، وبالفعل أجرينا آلاف الفحوصات الميدانية
واكتشفنا الكثير من الحالات. السبب الآخر قد يكون هو واضح للجميع، هو موضوع عدم الالتزام. الجميع أشر عدم الالتزام بقرارات وزير الصحة وزارة الصحة في مناطق لا قليلة في بغداد والمحافظات. هذا اللي مع شديد الأسف يؤثر على عمل ملاكات الوزارة ويزيد من الإصابات. نعم. طيب يعني دكتور، يعني ما هي الخطط الموضوعة من قبلكم للمرحلة المقبلة في ظل تزايد يعني عدد الإصابات؟ نستمر بجهودنا، نستمر بالتشخيص والعلاج، ونستمر بالتوعية، ونستمر بالتواصل مع كافة فئات المجتمع، ونعول عليكم كثيرا أنتم وسائل الإعلام أن تعينونا في موضوع إيصال التوعية، وأن يكون الجميع على مستوى المسؤولية لمواجهة هذه الجائحة الخطيرة. نعم. طيب دكتور، هنالك من يتحدث عن عدم قابلية المستشفيات لاستيعاب عدد مصابين أكثر بفيروس كورونا، هل هذه المعلومات يعني صحيحة؟ ما مدى صحتها؟ لحد هذه اللحظة وزارة الصحة تتعامل مع كافة الإصابات المسجلة لحد الآن، مؤسساتنا صامدة وقادرة. لكن سيدي الكريم، في أي نظام صحي في العالم إذا كان آلاف ومئات الإصابات والوفيات في يوم واحد في كل يوم، ما ممكن أي نظام صحي مهما كان متطورا، مهما كان دولة غنية، أن تصمد. إحنا شفنا شلون دول مستقرة، إيطاليا، بريطانيا، إسبانيا، الولايات المتحدة، دول غنية ودول نظامها الصحي ما في المشاكل اللي موجودة في العراق، وماكو نقص بالملاكات، ماكو ضعف بالتمويل، مع ذلك انهارت نظمها الصحية وشبه انهارت. نعم. نعم. موضوع الوقاية خير من العلاج، ونركز على موضوع منع الإصابة. نعم. الدكتور سيف البدر الناطق باسم وزارة الصحة، شكرا لانضمامك معنا. شكرا لك. ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا لمستوى ملحوظ فرض تجديد إجراءات حظر التجوال في عدة مناطق، ولا سيما الشعبية منها ذات الكثافة السكانية العالية، فالتباعد الاجتماعي هو ما يحد من تفشي الوباء لنحو يصعب السيطرة عليه. العيد والعلاقات الاجتماعية العائلية لم يحققا التباعد الاجتماعي المنشود لمواجهة وباء كورونا في المناطق الشعبية. تجديد إجراءات فرض حظر التجوال في تلك المناطق كان الحل الوحيد أمام القوات الأمنية العراقية، كما هو الحال في مدينة الشعلة ببغداد ذات الكثافة السكانية العالية. اليوم إجراءاتنا مشددة بخصوص قطع الطرق وعدم حركة العجلات والأشخاص ضمن القاطع، وهذا بالتالي راح يحد من الإصابات الموجودة بالمنطقة، وبالتالي راح يصب للمصلحة العامة للصحة العامة. تشديد الإجراءات كان واضحا عند مدخل المدينة وفي الشوارع التي بدت شبه فارغة من المارة والسيارات، وكذلك في المحال التجارية التي باتت مقفلة. الطرق هسه كلها مقطعة، دليل أني قاعدة أمشي يعني ديك سيارة زوجي، دا نطلع مسح على المناطق، يعني في من المركز مالتنا هسه مسدود، واني جاية ماشي ماكو سيارة تفوت. تحب الالتزام، وهاي كل ما قاعد بيته يسكت على مال هاي مال الكورونا. مو شوية يعني صارت بالشعلة وصارت بالطارمية منا وبالتاجي، الصحة العامرية، حي جهاد، غزالية. حفاظا على أرواحهم وأنفسهم، حفاظا على عوائلهم، والرجال الأمن هم المن جاي يتعبون وجاي يوقفون وجاي يبذلون جهد، المن حمايتهم، وهم جاي يتعرضون لنفس المرض هم جاي يتعرضوا له. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في آخر إحصائيات وزارة الصحة ربما يدفع بمزيد من الإجراءات المشددة لفرض حظر التجوال الوقائي. من بغداد، رزاق العقيلي، العراقية الإخبارية. نشرة مستمرة ونبقى في الموضوع ذاته. نشد عراقيون عالقون في جنوبي الهند منذ أشهر الحكومة بتخصيص رحلة جوية لإعادتهم إلى العراق، وفي رسالة وجهت إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل أعرب طلبة عراقيون ومرضى وذووهم عن أملهم بالاستجابة السريعة لمناشدتهم. نتابع. أني وحدة من اللي موجودين هنا في شناي، أني وابني مريض
ومسوي عمليات، وصار لنا هاي 3 أشهر احنا هنا بشناي ما حد يذكرنا الطيارة. فالناشد وزير النقل، وزير الصحة، لأنه بعد يعني تعبنا، ما عندنا حتى إمكانية ندفع ماكو يعني. وشلون يعني مثل ما تدزون طيارة لنيو دلهي، هاي 3 طيارات دا تروح تدزونا احنا وحدة، حتى لو المومباي دزوها واحنا هم نوصل ما يخالف، نوصل المومباي ونروح هناك احنا وهاي العائلة العراقية موجودين، ترى بعد عراقيين وهاي هنا بشناي. وصار لنا 3 أشهر احنا هنا موجودين داخل شناي، وريد هسه كملت اني علاجي، صارت لي يعني اكثر من شهرين اني مكملة العلاج، وهسه بدت حالتي السيء انه مرة ثانية اذا راح ابقى هنا. فنطلب يعني من رئيس الوزراء، من وزير الصحة، من وزير النقل، ان يلتفتون انه يدزونا طيارة لأي ولاية واحنا نروح لها. احنا مجموعة من الطلاب والمرضى في جنوب الهند، تواصلنا ويا القنصلية العراقية في مومباي يوم 29/4، طلبوا من عندنا 150 اسم على مود تقدر تجي الطيارة تاخذنا. جمعنا حوالي 120 اسم وارسلناهم القنصلية، حددونا تاريخ وموعد الطيارة ورقم الطيارة يوم 24/5، حصلنا على الموافقات موجودة كلها عندنا. قبل 3 أيام من الموعد لغت الرحلة بسبب خلية الأزمة والأوضاع في العراق بسبب العيد وسبب منع التجوال. وإلى البصرة، إذ شهدت وصول رحلة استثنائية تابعة للخطوط الجوية العراقية لإجلاء الطلبة العالقين في روسيا واتخاذ كافة الإجراءات الصحية ونقلهم إلى الحجر الصحي في الرميلة. رحلة استثنائية قامت بها الخطوط الجوية العراقية وعبر مطار البصرة تحمل الطلبة العراقيين العالقين في العاصمة الروسية مع تهيئة كافة الإجراءات الصحية والطبية للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. خلية الأزمة وسيد محافظ البصرة رئيس خلية الأزمة هيئنا الأجواء لاستقبال العراقيين القادمين من خارج العراق. احنا اصبحنا يعني ككم او كبصرة هي ل4 محافظات حجر صحي، بصرة وناصرية وعمارة وسماوة، راح يكونون ضيافتنا الى ان يثبتون خالين من اعراض مرض كورونا بعد اخذ الفحوصات والمسحة، بعد ذلك يتم يعني اخراجهم الى بيوتهم. وفور وصول المواطنين الى ارض الوطن تم تطبيق اجراءات السلامة والفحص الطبي الاولي ليتم نقلهم الى الحجر الصحي في الرمالة لضمان سلامتهم من الوباء. بعد نزولهم من الطائرة يتم أخذ المعلومات الخاصة بهم وتزويدهم بالتوجيهات اللازمة للبقاء داخل منطقة الحجر، وموجودة سيارات طبعا لاستقبالهم. راح تنقلهم هاي السيارات، تكون بالتعاون بين مجلس محافظة البصرة ودائرة صحة البصرة، هاي السيارات راح تنقلهم من المطار وتأخذهم من منطقة العزل بالرميلة إن شاء الله. كانت رحلة ما بها أي تأخير حسب الوقت بالنسبة للخطوط الجوية العراقية، أما بالنسبة للطيران الداخلي فكان طبيعي، يعني أي واحد ممكن يحجز، ما متوقف يعني بروسيا. السافرة طبعا بالبداية كانت يعني تأجلت هواي، بس بعدين بفضل المحافظ الله يسر عليه أستاذ أسعد العيداني اللي سهل هواي أمور يعني مهمة. رحلات الخطوط الجوية العراقية مستمرة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الخارج وعودتهم إلى أرض الوطن. من البصرة، طارق الطربوش، العراقية الإخبارية. أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 11 وفاة خلال آخر 24 ساعة. وقالت الوزارة في بيان لها أن عدد المصابين ارتفع